بسم الله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا ألهمنا الصبر واهدنا إلى الهدى يا كريم يا رب الأرض والسماء. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. الآن أدعوكم بفضل الله تعالى إلى مهمة فيها ياسر فائدة لكم، إنها اجتهدتم في هذا الموضوع، موضوع كيف مولانا جل جلاله وعم نواله أيد سيدنا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام التأييد المطلق في كل المجالات وعبر العصور، مهما كثرت مؤامرات من بني أمية، من بني العباس، من كذا، من أحزاب شتى شرقا وغربا، وبما فيهم الكرب اللي أعنا الآن، اللي هم أخطر من الجرب اللي من يؤذي ويشوه والعياذ بالله. عاد المهم، هذه هي بعض وجوه تأييد المولى سبحانه وتعالى للرسالة الخاتمة والخالدة. سأعطيكم بعض من إشارات، وما عليكم كل البحث، قدر البحث ممتع جدا ومفيد جدا، ويأتي بأشياء ما كنتش في الحسبان. كل ما تعود آية وجزء من الآية إلا تتضح لكم معجزات ربانية لها صلة بالنبي المعجز عليه الصلاة والسلام، رغم اللي حاربوه ما زالوا يحاربوه مستشرقين، ومن لف لفهم وغير المستشرقين. أنا المؤمنين الحمد لله، وقت اللي يبحثوا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في رحمته، في صدقه، في شجاعته، في عفوه، في عكوفه، اعتكافه، كل شيء هاك معاد يزيد محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يزيد محبة وهو الحب الأول للرب الحبيب الأكبر سبحانه وتعالى. نأخذ بعض الآيات في الشريط الآتي إن شاء الله تعالى.